الظروف المرضية اللي أنا عندي فتاق وشد عليا التعب، هو من السنة اللي فاتت هو تعبني وإشاعات، ورحت الدكاترة كتير وقالوا عايز حزام وبس، لا ده عايز عملية، وعملية طبعا بفلوس جامدة وبتاع، وما كانش فيه وقتها، ما كانش فيه وقتها خالص. وبعدين لله الحمد شد عليا التعب قوي 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 يوم 2/2، كنت اخر يوم قاعده فيه على العربيه، يوم 2/2 واخدت 3 ابر المسكنات عشان اقدر اروح اركب توك توك واروح. بعديها اتصلت بابني قلت له يا ابني تعالى حبيبي انا مش قادر احط نفسي في الارض. عمرو ابني وبتاع وكده وسيد، وجريوا بيا للدكاتره، هو اداني القصر العيني، راح وداني الدكتور هنا عندنا في شبرا قال له عمليتها هتتكلف 25,000. طبعا ده مبلغ كبير. مبلغ كبير طبعا، وانا ماشي معايا. جابوا لي يوم 16/2 يوم جمعه، اما جابوا لي يوم الجمعه قال لي لا لازم تتعمل العمليه دي فوري لحسن هيعمل غرغرينه ويعمل تسمم وينفجر. عملتها بقى في حدائق الاهرام، وقعدت 9 ايام في عياده خاصه في حدائق الاهرام عند باب 4 هناك، اسمها بوابه المدينه، مستشفى اسمها دار الشفاء خاصه. بصراحه ابراهيم عمران ده مسؤول علينا زي ما تقول يعني ايه، وكنا خدت بالك، وحد كويس يعني بيخاف علينا. اتصل عليا وجاي صورني ونزلني على النت وكده، راح استاذ خالد يوسف راح متصل عليه، كان جاي في عز اخوه هنا، قال له لا كشري شوف عايز ايه يا ابراهيم قبل ما امشي واعمله لها وبتاع. منى شلبي الله يبارك لها اتصلت انا في العياده، بنتي ردت عليها، نمرتها معايا بنتي ردت عليها، ولقيت ابراهيم عمران حتى عندي. بنتي ردت عليها قالت لها ولا تقولي لي معلش ولا متشكرين ولا ولا ولا، فلوس العياده عليا والعلاج وبتاع، قالت لها والله يا استاذه دفعناهم، خالتي بعتت لنا ودفعناهم وكده، الله يسترها منا شلبي. واستاذ محمد هنيدي راح متصل عليا قال لي كده، قال لي يا فطومه حبيبي الله يبارك له ابو احمد. خدت بالك؟ وفي ناس تانية سالت ابراهيم عمران، وانا كنت عايزه من الله سبحان الله وتعالى بقول لك 40 نفر غريب يدعوا للمريض ربنا يخففه. دعوات يعني؟ دعوات من الناس كلها. انا شاركت السنه دي في ظل راجل، وكنت رايحه لبنان في ملوك الجدعنه، وزميلتي لسه في لبنان وخدوا واحده بدالي، اما انا تعبت والراجل جه الله يبارك له بتاع الشركه اسمه ايه دوت نبوي، وجايب لي الباسبور والحاجه، لان كنت مستعد للسفر يعني، كنت مستعده للسفر ومحضره الشنطه والعبايات وحاجتي وكله. انا نفسي احلم الناس تحب بعضيها، والناس تخلص لبعضيها، والناس تشتغل ومحدش يقر على حد، ويسيبوا الناس الغلابه تشتغل ويسيبونا نشتغل، يعني شايفيننا احنا. Thank you.